أستاذنا الفاضل، مرة سمعنا من حضرتك بعض المعاني المتضمنة ضمن سورة الكهف وقصة ذي القرنين حول العمل المجتمعي والإنساني، وخاصة موضوع التمكين. نعم، السؤال خلص؟ يعني بس لو نسمع من حضرتك كيف تم تفسير ذلك، وكيف تم الربط من قبل حضرتكم بمعاني هذه الآيات من سورة الكهف المتعلقة بقصة ذي القرنين بقضية العمل الإنساني والعمل المجتمعي وتمكين الناس؟ شوف، ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا ذي القرنين لذكر في القرآن في صفحتين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، قدرته على بلوغ مغرب الشمس، وبعدين حتى إذا بلغ مشرق الشمس، قدرته على بلوغ مغرب الشمس. أعداء القوة العددية والعددية أنه يصل للمغرب الشمس ومغربها نفس الوقت، نمرة واحد. نمرة اثنين، إعطاء الحكمة والقدرة في نفس الوقت العدالة، عشان لما وصل حتى أدماغ مطلق الشمس وجد عندها قوما، قالوا إذا قال إما أن تعذبهم وإما أن تأخذ فيهم مغرب الشمس، وجدها تغرف عين حمل، قلنا إذا قال إما أن تعذب وإما أن تأخذ فيهم يعني مش فكر بس الآية، يعني الناس اللي هناك قالوا له عذب دول، قال لهم لا أنا مش هعذبهم، أنا أحكم، لو كانوا بيعملوا عمل صالح هشكرهم عليه، بيعملوا عمل سيء هحاسبهم عليه. بدل القوة والقدرة والإمكانيات والعدالة، ده في قصة شخص ذو القرنين. وبعد ما راح من مشرق الشمس لمغرب الشمس، راح عند الناس الذين لا يفقهون قولا، لما ما كانش عندهم لغة يتكلموا بها. After he finished going from the west to the east and the east to the west and so on, those people, he went to those people who have no language to be understood. They are very, very primitive people. راح للناس الذين لا يفقهون القول. قالوا له إيه؟ قالوا هذا القرنين. Said هذا القرنين. We know that you are a just man, powerful man. نحن نعلم أنك رجل حق وعدل وعدالة وقوة في نفس الوقت. وطلبوا منهم انه يبني لهم سد يمنع ياجوج وماجوج انهم يجوا عندهم. And they requested him to build a wall between them and جوج and ماجوج. وانهم حيدوا اجر من عندهم. And they will pay for this. For building this wall. هم حيدوا اجر بناء هذا الحائط لكي يمنع ياجوج وماجوج انهم يجوا كل سنة. يغتصب النساء ويسرقوا كل المخدرات. فرد عليهم رد جميل جدا، ان اجروا من عند ربنا سبحانه وتعالى مش من عندهم. دي نمرة واحد. Those people who do not have the ability to speak properly told them يا أجوج إن أجوج موجود في سنون الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بينها وبينها مسدا. Can we pay for you to build this wall between us and Google and Google? رد عليهم ما مكنني فيه ربي خير، يعني لو ربنا اعطاني احسن من اللي عندكم. What Allah gave me is far more better than what you have. Then he told them، وقال لهم بقى هنا حته التمكين. Then he told them because he wanted to empower them. اعطوني زبر الحديد. Go discover the big pieces of iron on the mountain. وهذا معناه ان سيدنا القرنين كان عنده العلم ان هو يحتاج لهذا الحديد، هم لا يعرفونه المقدرات اللي عنده. This number one. عدوني زبر الحديد number one. شاركهم في بناء السد او بناء الحائط، انهم روحوا هاتوا على الجبل ده الحديد. نمرة واحد. نمرة اثنين،
نعمل نار عشان نصنع الحديد. يبقى نمى اثنين ساعدوني في عمل النار. نمى ثلاثة القطر اللي هو نحاس أو الأخير اللي هو قال لهم هتوب وعلمهم إزاي يعملوا هذا القطر. And he told them bring this iron from one side and the copper from another side and let us melt both of them in this fire. خلاهم يشتغلوا معاه ويعلمهم كيف يجمعون قطع الحديد وكيف يحرقون الحديد بالنار وكيف يصنع لهم القطع عشان يحطوا على الحديد المسكوب. انا بنسميه بالانجليزي اللي هي السبيكه. He showed them how to collect melt with the fire of the iron and then make the alloy from iron and copper. لما احنا نتخيل هذه العملية واللي بيشتغلوا مع سيدنا القرنين ناس لا يفقهون قولا لا عندهم حضارة ولا تاريخ ولا كذا ولا اي شيء. One would imagine this process of building the wall to stop Google and Magog coming to those people. What are the furnaces? How big was the fire? The furnaces to melt the copper, the furnaces to melt the iron. الأفران أو الطرق اللي عمل بها النار أو ولع بها النار عشان علشان تحرق أو تذيب الحديد وتذيب النحاس. الخلط على بعضهم البعض. كيف خلطت هذه الأشياء؟ علمهم التكنولوجيا. يعني بعد الأعمال اليدوية والإرشاد معرفة المصادر عندهم خلاهم يشتغلوا معاه وعلمهم التكنولوجيا بتاعته ونقلها لهم وبعدين بنى لهم السد هم معاه. And then he built the wall where they were helping him. هم كانوا يد بيد مع سيدنا ذو القرنين كل شيء. They were hand in hand with سيدنا ذو القرنين to build the wall. وبعد ذلك صبح الوار قوي وعالي وأملس. And at that time the wall become very high, very strong, nobody can penetrate it or make a hole in it, and very smooth. If you would like to climb on it, you'll fall down. Mustafa and Azrul, Mustafa and they could not be able to climb it, and they could not be able to make a hole in it. ولما انتهى من بناء هذا الحائط, and when he finished building such a wall, قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء عدو جعله دكاء. He referred to this magnificent wall as a mercy from Allah because of the knowledge that Allah gave him. إن هذا رحمة من ربي لأنه أعطاه القدرة وأعطاه العلم والمعرفة عشان يبني هذا الجدار مع الناس الذين يفقهون شيئا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فحينما يأتي وعد ربنا سبحانه وتعالى يهد هذا الجدار. And when the day of judgment or the time that Allah allows, this world could be destroyed. فنرى في هذه القصة حرص سيدنا ذو القرنين على تعليم الناس أن يشاركوا معاه في بناية الحائط, تعليم الناس أن يشاركوا معه في جمع الحديد غبار الحديد, تعليم الناس في حرق هذا الحديد, تعليم الناس في عمل السبائك, تعليم الناس في أنهم يكونوا معه في كل نقطة. هو لهم إزاي نقل لهم التكنولوجيا. ولما استوى الحائط عشان يحميهم من جوجل ماجوج تركهم. And when he this story
He taught people how to come to discover the resources, local resources, to collect the iron, to look with him, to ask them to collect the wood, to burn the, to melt the iron, then to make the alloy, then to build the wall, then to protect them. Then after that, he left them in peace. وبعد هذا تركهم في أمن.